في فير بلاي نحكيو على السيابي، اخيرا وصول استقالة عبد السلام السعداني بعد مسلسل طويل للكتابة العامة للنادي. باش ناخذوا اهم التفاصيل على اللي صاير في السيابي، شنو باش يصير مستقبلا مع زميلنا ومراسلنا في بنزرت رمزي بن غربي. اهلا بك رمزي. مرحبا بك اسلام، مرحبا بالساده المستمعين على راديو اكسبريس اف ام. شنو الجديد رمزي في السيابي؟ شنو صاير؟ وين وصلت اخر التطورات في الفريق؟ اليوم ظهر لي كل ساعة فما جديد، كل دقيقة فما جديد في السيابي. جديد اسلام هو معناه حكينا احنا معناه في اخر مداخله عملتها معاك وحكينا على الاستقاله اللي كان قدم بها عبد السلام السعداني ولمحها عبر صفحه رسميه نتاعو، وقلنا انه ما تنجم تكون استقاله رسميه الا هي توصل للكتابه العامه، توصل جامعه تونسيه كره القدم. وانت تفكرت كهنت وقتها انك قلت لي باش تكون مره هذه حقيقيه هكا ولا؟ وبالفعل بالفعل حقيقيه، لانه يعني بصراحه المسلسل طويل يا اسلام، وعبد السلام السعداني معناها اخر معناها ستاتيو كان يكتب على موقع التواصل الاجتماعي لمح للاستقاله هذه. البارح كان عنده لايف العشرة ونص من الليل وحكى فيه برشا عبد السلام، حكى على الخدمه اللي خدمها في السيابي، حكى على الناس اللي وقفت معاه والناس اللي ما وقفتش معاه، وقال باش نقعد انا معناها محب وفي لنادي البنزرتي. ورسميا خرجت الاستقاله الرسميه، معناها حتى لونتيت نتاع الجمعيه موجود. الاستقاله موجهه الى جامعه تونسيه كره القدم، موجهه الى السلطات الجهويه، وبالفعل الاستقاله اليوم وصلت الى السلطات الجهويه الى ولايه بنزرت، وبالتالي اليوم نعتبره رسميا عبد السلام السعداني غادر النادي الرياضي البنزرتي بعد تقديم الاستقاله نتاعو. الاستقاله الذي اللي طال انتظارها من قبل احباء النادي الرياضي البنزرتي، لانه بصراحه حكينا برشا اسلام على الظروف اللي مر بها السيابي، الاستعدادات اللي ما صارتش، الاضرابات، تعليق النشاط، معناها برشا احداث صارت خلات اليوم النادي الرياضي البنزرتي ما يبداش الموسم الرياضي نتاعو على احسن ما يرام، وخلات ضبابيه كبيره في التسيير. اليوم مرحله جديده في النادي البنزرتي اسلام بعد استقاله عبد السلام السعداني. وشنو اللي باش يصير؟ اللي باش يصير انه كما قلنا الاستقاله هذه وصلت الى السلطات الجهويه للولايه في انتظار وصولها رسميا الى الجامعه التونسيه لكره القدم. والاخبار عنا شنو تقول اسلام؟ انه باش توصل الاستقاله هذه للجامعه التونسيه لكره القدم، فما اجتماع مرتقب حسب الكواليس اللي عندنا باش يكون بين وديع الجري والاب الروحي للنادي الرياضي البنزرتي سعيد الاسود، لانه سعيد الاسود هو حاليا قاعد يسير معناها في دواليب الجمعيه، لانه هو معناها رئيس لجنه الدعم، هو الوحيد صراحه من رجالات النادي اللي لبى نداء الواجب وقاعد معناها واقف مع المدرب سفيان الحدوسي وكذلك واقف مع الملاعبيه. كما قلنا باش يكون فما اجتماع بين وديع الجري وسعيد الاسود، شنو باش يحكيو فيه؟ على اظن انه وديع الجري باش يتفاهم مع سعيد الاسود على تكوين هيئه تسييريه في النادي الرياضي البنزرتي. الهيئه التسييريه هذه تشد الفريق الى حين معناها اعلان على جلسه عامه انتخابيه، ومن وقتها سيقع معناها تقديم الترشحات وتصير الانتخابات، وباش يكون رئيس موجود. على الارجح انه باش تكون الامور هذه من لين الجانفي، لانه نعرف الفتره هذه معناها نتاع نوفمبر وديسمبر باش تكون هناك تحضيرات نتاع تقرير مالي، تقرير ادبي، معناها خلاص بعض الديون ويفتح بعض باب الترشحات. علاش قلت لك سليم اني مرحله جديده اليوم في النادي الرياضي البنزرتي، مرحله ما بعد عبد السلام السعداني، كيفاش باش تكون الامور؟ نتصور مش باش تبقى شويه، صحيح فما ماتش مهم نهار السبت في ملعب السيري السيابيه ضد الترجي، لكن مع نهايه الاسبوع وبدايه الاسبوع من الارجح باش تكون هناك هيئه تسييريه تسير الفريق في الشهرين هذوما وتسعى الى تنظيم انتخابات. لكن فما حاجه مهمه جدا اليوم الهيئه التسييريه باش تعمل عليها اسلام، نعرفوا النادي الرياضي البنزرتي ممنوع من الانتدابات، اليوم النادي البنزرتي عنده ديون لدى الجامعه التونسيه لكره القدم لدى الفيفا. اولويات نتاع الهيئه التسييريه هي ايجاد حلول وايجاد معناها طرق قانونيه وحتى طرق لجمع المال باش تخرج من الازمه هذيا، وهذه نقطه حكي عليها برشا اليوم جمهور السيابيه في مواقع التواصل الاجتماعي. نعرفوا فما برشا شركات، برشا اصحاب رجال اصحاب معناها رؤوس الاموال ورجال اعمال في بنزرت كان في وقت من الاوقات ضد عبد السلام السعداني، يستناو فيه يخرج. كانوا نورمالمون توا رمى لهم الكره عندهم شافوا مجمعيات هكا ولا؟ وهذا هو اسلام، انت تو جيت حطيت صبعك على اليد في وقت من الاوقات. اليوم رجالات النادي زاد بصراحه علاش هما بعدوا اسلام؟ وانت تعرف مواكبين احنا المسلسل هذا في النادي البنزرتي، لانه في وقت من الاوقات عبد السلام السعداني كان خرج في صفحته الرسميه ومعناها قال برشا كلام في الناس هذوما، خلى الناس هذوما تبعد وتوخر وما تعاونش السيابي. اليوم عبد السلام السعداني كما قلنا مرحله وتعديت، اليوم ضروره التفاف الناس الكل. اليوم حتى الناس في مواقع التواصل الاجتماعي جدد برشا اسماء من رجالات النادي، قالوا لهم صحيح عبد السلام السعداني في وقت من الاوقات احكي عليكم بالخايب، قال فيكم كلام، اي اليوم مشي عبد السلام السعداني، دوركم انكم اليوم تجيو وتمدوا يد المساعده وتجيبوا الفلوس، لانه راهو النادي بنزرتي مشكلته الاوليه ساعه ماهيش فنيه او ماهيش بدنيه وماهيش تكتيكيه، حتى فنيا زاد الفريق بصراحه اللاعبين الموجودين انا جاي واللي في كتير ماهوش في قيمه السيابي. انا جاي للموضوع هذا، لكن المشكل شنو هو اليوم؟ المشكل الفلوس. اليوم كانت تتوفر الفلوس تو الفنيات والامور التكتيكيه والبدنيه تو تجي. انت تصور اليوم فريق ما عندوش باش يخلص بلاعبيه 8 شهور،
فريق اليوم عاش ظروف صعيبة لولا تربص الجامعة مقام بحق التربص. اليوم الفريق لعب كان زوز مباريات ودية، نتصور أنه اليوم كيفاش تتلم الفلوس جاية فترة توقف البطولة في شهرين، نتصور ميركاتو نتصور أنه في شهرين باش يقف فيهم البطولة، نادي بنزرتي باش يبدأ استعداداته من أول جديد، باش معناها باش تصير هناك معناها تربصات، باش تكون هناك مباريات ودية، باش تكون هناك انتدابات لو كان تلموا الفلوس باش يخلصوا الديون نتاع الجامعة وديون الفيفا. بصراحة نصوروا إسلام معناها باش نلخصوا فما مرحلة جديدة إن شاء الله في القريب في النادي الرياضي بنزرتي. سينو فنيا شنو هي حكاية انسحاب الحيدوسي وبعد رجع شنو صار في النهار ما جاش فيه هذاك؟ هو اللي صار شنو اللي صار؟ احنا كنا حاضرين نهار السبت في مباراة سي بي وملحة ممسوسة، كان متغشش برشا سفيان الحيدوسي، مش متغشش راهو فنيا لأنه النادي البنزرتي كيما حكيت معاك في المباراة قدم شوط ثاني ممتاز. سي بي راهو لاعب زوز مباريات ودية مقارنة بفريق حمام سوسة لعب 12 مباراة ودية، معناها النادي البنزرتي كاد ينتصر في المباراة هذه. شنو اللي خلى الحيدوسي يتغشش؟ أنه ما لقاش مع شكون يحكي، اليوم ما فماش هيئة موجودة في بنزرت، عبد السلام يسير من فرنسا، الناس الموجودة في بنزرت ثلاث سهامة معناها مستقيلين ولا مش مستقيلين، الوحيد الموجود واللي يحضر هو سعيد لاسود. معناها اليوم صحيح سعيد لاسود قاعد يحاول يدبر الفلوس، قاعد يحاول يتصل برجلة نادي، لكن سفيان الحيدوسي قال ليدو حدا ما تصفقش، تغش سفيان الحيدوسي بصراحة على الوضعية، ما لقاش حتى دعم معناها لا من الناس القراب من الجمعية، خلاه يغيب نهار الاثنين على التمارين، وخرجت اخبار انه باش يمشي لاحدى الفرق، لكن سفيان الحيدوسي كذب هذا بتدخل من سعيد الاسود. نهار 3 الصباح البارح صباح كان موجود في الحصه التدريبيه واشرف على الحصه التدريبيه، وسفيان الحيدوسي معني صرح برشا مرات قال انا خدمت في ظروف صعيبه برشا، ما نجمش نلوح المنديل ونخلي الفريق معني في الوضعيه هذيا، على ذلك رجع البارح للتدريب النادي البنزرتي، وان شاء الله معني النادي البنزرتي بالفتره هذيا الجديده فتره ما بعد عبد السلام السعيداني تكون فتره باهيه من جميع النواحي، تتحسن الامور الماليه وبعد تجي الامور الفنيه والتكتيكيه ان شاء الله. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك رمزي على كل هذه التفاصيل اللي تنبيها بخصوص الجديد في السي بي. قبل ما نمشي للموزيكا باش نعطيكم التشكيلة الرسمية لمقابلة الكلاسيكو بعد شوية، يبدا 4:30 إن شاء الله بين الإسبيرونس والسي إس إس. البداية مع الضيف، تغييرات كبيرة في التشكيلة نتاع السي إس إس بالمقارنة مع آخر الماتش، وحتى برشا مفاجآت، برشا ملاعبية مهمين ماهمش في التشكيلة كما محمد سولا، شوات، فارس ناجي اللي قدم مقابلة ممتازة، قعلول كيف كيف. على كل هاي التشكيل الاساسيه للسي اس اس، سيمن دحمان، محمد امين الحمروني، حسين دكدوك، علاء اغرام، محمد بن علي، مليك رباح، كريسكو اكو، حسين علي، ايمن الحفزي، واسماعيل دياكيتي، ومحمد هشام النقاش. برشا ملاعبيه اول مقابله اليوم مع السي اس اس كيما دياكيتي النقاش مليك رباح كيف كيف، هذا اول مقابله. احتياطيهم باش يكون قعلول، نور الزمان الزموري، محمد النصراوي، شاد الهمامي، عبد الله عامري، محمد سولا، فارس ناجي، فراس شوات، وحازم حاج حسن. هذه تشكيله اللي اختارها سيناس. برشا نقاط استفهام، برشا ملاعبيه اول مقابله يلقاو روحهم اساسيين، وبرشا ملاعبيه مهمين موجودين على البنك. على كل نستناو المقابله وبعد نحكموا على صحه الاختيارات هذه. تشكيله الترجي تقريبا هي التشكيله المثاليه للفريق في الاونه الاخيره مع رجج عادي، باستثناء دخول بلال شبار مكان الياس شتي بالمقارنه مع التشكيله الاخيره اللي لعبت ضد الاتحاد الليبي. تشكيله فيها معز بن شريفيه قائد الفريق، عبد القادر بدران، توغاي، بلال شبار، رشاد العفاوي كالعاده على اليمين، محمد امين بن حميده على اليسار، كوليبالي برمضان والشعلالي في الوسط، وثنائي في الهجوم نسيم بن خليفه وايمانويل ايوالا. في الاحتياط بنك الاحتياط موجود بن مصطفى، محمد علي يعقوبي، زياد مشموم، علاء مرزوقي، منتصر تريكي، فادي بنشوك، الياس شتي، فاروق ميموني، ودافيد كوفي المهاجم الاجنبي لنادي باب سويقي. هذه تشكيلة الكلاسيكو. بعد شوية نستناو مقابلة ممتازة بين زوز من افضل الفرق التونسية. موزيكا بعد شوية باش نستقبلوا علاء التوكي، بدنا نحكيو على اخر الاخبار في الاولمبي البيجي واستقالات